حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. أم في عدن تبحث عن 5 من أبنائها تم اختطافهم قبل 4 أشهر. الملحق الثقافي في سفارة اليمن بروسيا للمشاهد نت: مشكلة الطلاب في طريقها للحل ومستحقاتهم ستصل قريبا. في الشأن الدولي، ترامب يأمر بمراجعة الاتفاق النووي الإيراني. في أكثر الأخبار قراءة: إمام مسجد في عمان يعيد نصف مليون دولار حصل عليها كجائزة. أهلا بكم. محمد، حسين، أكرم، عمر وياسين، 5 إخوة تبحث عنهم أمهم في سجون مدينة عدن لكن لم تجدهم، وقد لجأت إلى مقر عدن الغد بحثا عن مساعدة للعثور على أبنائها المحتجزين. وقالت الأم: إذا كان هناك أي دعوى ضد أبنائي فلماذا لا يتم تقديمهم للمحاكمة أمام الجهات الرسمية؟ وأضافت الأم عافية حسين أن أبنائها اختفوا قبل 4 أشهر ولم تتمكن حتى من زيارتهم. وأصطحبت الأم أحفادها البالغ عددهم 17 طفلا بحثا عن أبنائها، وقالت: تمت مداهمة منزلنا نهاية العام الماضي عند منتصف الليل وتم اختطاف أبنائي، ومن ذلك اليوم لم أتمكن من معرفة مصيرهم أو الاتصال بهم. وقالت الأم إن زوجها توفي قبل 8 سنوات مخلفا لها 5 أبناء هم الذين ألقت قوات أمنية القبض عليهم. في تقرير خاص بموقع عدن تايم يتحدث فيه عدد من القادة الأمنيين في محافظة لحج عن مرور عام على تحرير لحج من القاعدة، وقال الموقع: لم تترك عناصر تنظيم القاعدة لمحافظة لحج أن تنفض عنها غبار حرب قوى عدوان الحوثي والمخلوع. أتت تلك العناصر لتعمق من جراح محافظة الفن والفل والثقافة والأدب، وقتلت فيها الأنس والطرب الأصيل، وأبدلت لياليها الملاح وريحتها العطرة بأن جعلتها مدينة أشباح تفوح من شوارعها رائحة الموت، وجدران أزقتها تتلون بلون الدم، وأبواب منازلها موصدة بمعاول هدم وإرهاب تلك العناصر الدخيلة على المحافظة الخضيرة. يضيف الموقع: كان يوم 15 من أبريل العام 2016 يوم تحررت فيه لحج وحوطتها المحروسة من عناصر التطرف والإرهاب، يوما انزاح فيه كابوس لياليها المظلمات وحلت فيها ليالي الأنس والطرب، وتحررت فيها أوتار غنائها الشجي وكلمات مثقفيها وشعرائها وأدبائها من القيود، لتعود وتبشر بطي ليلة مظلمة جلبها الأعداء. إنهم أشرفنا وأكثرنا نقاء وأشدنا غيرة على وطنهم، إنهم حقيقيون يفعلون ما يقولون، تركوا الزيف والتمثيل وراءهم فناضلوا حتى غابوا في غياهب السجون. هكذا بدأ الفلسطيني سهيل كيوان مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي عن السجناء، ويضيف: بعضهم دخله شابا وخرج عجوزا، أنهكت جسده الأمراض المزمنة ولكن روحه بقيت ثائرة. بعضهم لم يرى أطفاله لسنين طويلة وخرج ليجدهم رجالا. بعضهم حرم من الزواج والإنجاب وما زال قابعا بين جدران سجنه، بل أن بعضهم حرم الطفولة والمراهقة وسجن قاصرا. تركوا وراءهم آباء وأمهات يبللون الوسائد خلسة بدموعهم. بعضهم حرم من نظرة الوداع الأخيرة على أحد والديه أو كليهما. منهم من قضى نحبه داخل سجنه في ظروف غامضة أو نتيجة إهمال طبي واضح، أو لاحقته رصاصات الغدر الخرساء حتى بعد إطلاق سراحه. أخطر ما يواجهه السجين هو عزله التام عن محيطه ورفع جدار أسود حالك يحاصره فلا يدري ماذا يدور من حوله وخارج زنزانته، وذلك كي يشعروه بأن الجميع تخلوا عنه، لا أحد يسأل عنه ولا أحد يهمه أمره. يخطط السجان بدهاء مدروس جيدا ليقول للسجين: ها قد نسيك ذووك وتخلوا عنك، ها هي زوجتك وحيدة لا حماية لها، ها هم أبناؤك بلا حضن دافئ، أين هم أصدقاؤك وأقرباؤك، أين هو شعبك الذي دفعت وستدفع هذا الثمن الباهظ لأجله، ها هو شعبك الجاحد قد نسيك، ها هي قيادتك قد تخلت عن المبادئ التي قاتلت وسجنت لأجلها،
ها قد خسرت كل شيء لأجل أناس لا يستحقون، ها هم يرقصون ويتزوجون ويتنزهون ويحتفون بألعاب كرة القدم، ها هم منقسمون بين ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ، ها هم لاهون بالبرامج الترفيهية ويأكلون ويشربون ما تشتهي أنفسهم، وأنت ماذا أنت؟ لأجل من فقدت حريتك؟ لأجل من ضحيت بشبابك وصحتك؟ لأجل من تعذبت وتعذب نفسك؟ إذن الكثير من الجرائم والمخالفات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي في محافظة إب، وقد جاء في موقع الصحوانات اشتداد وتيرة الخلاف بين شركاء الانقلاب في جامعة إب، وأصدرت نقابة المعلمين في جامعة إب بيانا شديد اللهجة تدين فيه تهجم وكيل المحافظة على رئيس الجامعة طارق المنصوب وتحميله قضية سرقة خزينة الجامعة لإهماله. يضيف الموقع سبق أن تعرض أساتذة وموظفون وطلاب لتهجم من قبل قيادات ومقربين من الميليشيا، فيما تدخلت قيادات من سلطة الانقلابيين لحل القضايا بحجة أن الوضع لا يحتمل المزيد من الخلافات. وفي موضوع آخر يقول الصحوانات انتشار لافت لعصابات مسلحة تمارس السرقة والنشل في إب، وقالت مصادر محلية عدد من المحلات التجارية بمحافظة إب تعرضت للسرقات في ظل زيادة الجرائم والانتهاكات اليومية الناجمة عن الفوضى والانفلات الأمني بالمحافظة التي تسيطر عليها الميليشيا الانقلابية. قال الموقع بوست إن الموقف الأمريكي من الأزمة اليمنية شهد تحولاً كبيراً مع بداية عهد الرئيس الجديد دونالد ترامب، ويأتي هذا التحول في سياق التشدد الأمريكي ضد إيران وحلفائها من جماعات وميليشيات شيعية مسلحة تثير النزاعات الطائفية وتهدد استقرار المنطقة والعالم، بالإضافة إلى تهديد أهم طرق التجارة العالمية المارة عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر. وفيما يتعلق بموقف الإدارة الأمريكية الجديدة من الأزمة اليمنية يضيف الموقع لأول مرة يصف مسؤول أمريكي بارز جماعة الحوثيين بأنها جماعة إرهابية، رغم عدم تصنيف الولايات المتحدة رسميا للجماعة ضمن قائمة الإرهاب كما نلاحظ. يتابع الموقع الإدارة الجديدة لا تمانع أو تضغط على دول التحالف العربي بقيادة السعودية لتخفيف هجماتها العسكرية ضد مواقع الانقلابيين والضغط باتجاه الحل السياسي كما كانت تفعل الإدارة السابقة. لقد كانت مواقف الإدارة الأمريكية السابقة إدارة باراك أوباما محل استياء السياسيين والنخب اليمنية المناهضة للانقلاب، ووصفت مواقفها بأنها تهدف لإنقاذ الانقلابيين، وكان آخر تلك المواقف مبادرة جون كيري وزير الخارجية الأمريكي السابق والتي قال فيها إن الحوثيين أقلية في اليمن ويجب إشراكهم في السلطة. ما تزال محاكمة الميليشيا لأحد الصحفيين تحتل مقدمة الموضوعات التي تناقشها الصحافة، وقد كتب جمال حسن مقالا عن الصحفي يحيى الجبيحي وقال كنت واحدا من طلاب كلية الإعلام الذين درسهم الدكتور والصحفي يحيى عبد الرقيب الجبيحي، ليس لهذا فقط وقع علينا نبأ محاكمته كالصاعقة وما فيه من تعسف، بل لكونه إنسانا أولا لديه حقوق تعرضت لهذا الانتهاك الفادح، وهو صحفي أيضا وصاحب رأي، فالمحاكمة المسرحية التي قضت بحكم الإعدام تجاوزت حتى الحدود الشكلية للظلم عبر سلطة القانون. أولا، تعرض الجبيحي للاختطاف من قبل ميليشيا مسلحة دون إجراءات قانونية، هذا إن كنا نتحدث عن وجود قانون بعد إحالة السلطة إلى مجرد واجهة تستخدمها ميليشيا راديكالية. والجبيحي عاد من مصر قبل أن يتم اختطافه دون أن يكون ضمن تصوره أنه سيتم ملاحقته لأي سبب. قامت الميليشيا باختطافه وابنه من منزلهما، ولم تكتفي بهذا الانتهاك الذي لاحق عشرات الصحفيين ومئات المواطنين، بل تمارس سلطتها القسرية لإنتاج قوانين هزلية تحيل حياة شخص إلى كابوس تصنعه أداة شنق، حادثة تثير الرعب وتحيل حياتنا إلى مجرد عبء انتظار لما يمكن أن تسرف به أهواء سلطة انتهاك وتعسف وقسوة، سلطة من التهريج المبهرج بالدم. في أحد عناوينه يعلق موقع المشاهد نت حول أوضاع الطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج، طلاب اليمن في موسكو حقوق مهدورة
ومعاناة بين الثلج. وقال الموقع لليوم الثاني على التوالي يواصل الطلاب اليمنيون في روسيا اعتصامهم المفتوح أمام مبنى السفارة اليمنية في موسكو، وذلك احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم للربعين الأول والثاني من هذا العام. وقالت رابطة الطلاب اليمنيين في روسيا إن سبب الاعتصام يعود إلى إغلاق أبواب السفارة أمام الطلاب اليمنيين تحت ذريعة توجيهات عليا. كما حملت الرابطة في بيانها السفارة اليمنية في موسكو ووزارة الخارجية مسؤولية ما قد يؤول إليه حال الطلاب من سوء وضعهم الصحي أو التعرض لمشكلات من قبل الأمن الروسي. القائم بأعمال السفارة اليمنية في روسيا عبد الله الأكوع قال للمشاهد: نعمل على إيجاد حلول لمشاكل الطلاب وعليهم أن يتعاونوا معنا بعدم التظاهر. الملحق الثقافي للسفارة الدكتور أنور الصبيحي الذي قال: الأمور في طريقها للحل، والطلاب هم أولادنا وجيل المستقبل، ونطمئنهم أن مستحقاتهم في طريقها وستصل، ومنهم الصبر ومنا الوفاء والعمل على حل مشاكلهم واجب وطني على الجميع. وحول اعتصام الطلاب قال الصبيحي: هذا شيء مرفوض وغير قانوني، الطالب أوفد لغرض الدراسة فقط، متسائلا عن المصدر الذي دفع الطلاب إلى الاعتصام. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. صحيفة العرب الجديد تذكر أن العمال الأجانب في اليمن وخاصة الذين يعملون في المنظمات الإغاثية يجدون الكثير من المعاناة وهم يعملون في بلد ذي مخاطر أمنية عالية مثل اليمن. وتضع معظم منظمات الإغاثة الدولية الكثير من القيود على تحركات موظفيها الأجانب خوفا عليهم من الاختطاف أو الاغتيال، لذا فكثير من الموظفين لا يعلمون شيئا عن المدن التي يعملون فيها سوى الطريق بين مقر إقامتهم ومبنى المنظمة وطريق المطار. الموظفون الأجانب الذين كانوا يعملون في مناطق ريفية أو مدن اقتربت منها الحرب عادوا للعمل في مقر منظماتهم بمدينة صنعاء، واستجابة لحالات نفسية وحالات قلق بدأت تنتاب بعضهم، قامت المنظمات الدولية بتخفيض المخاطر الأمنية لعمالها الأجانب عبر عدد من الإجراءات الإدارية والأمنية. من تلك الإجراءات تقليص فترات عملهم في اليمن لتتخللها فترات إجازة لمدة أسبوع إلى أسبوعين يعودون خلالها إلى أهاليهم مقابل 60 يوما من بقائهم في البلاد. كذلك قامت بعض المنظمات بتوظيف أجانب جدد بعقود مؤقتة تلزمهم بالعمل عامين أو أكثر، فيما ترسل بعض موظفيها الأساسيين للعمل في اليمن في مهام قصيرة تصل إلى شهرين على الأكثر. يأتي التجديد الأمني على الموظفين الأجانب بعد تعرض عدد منهم لعمليات اختطاف أو اقتحام لمقرات سكنهم وطرد من قبل مجهولين وسلطات محلية. جرى إطلاق سراح بعض منهم بعد فترات طويلة من الاحتجاز. صحيفة الخليج الإماراتية عنونت: ميليشيا الحوثي تزرع نصف مليون لغم لقتل اليمنيين. في التفاصيل تقول الصحيفة إن ميليشيا الحوثي والمخلوع تواصل زرع الألغام برا وبحرا وسط تجاهل وصمت دوليين، رغم أن استخدام الألغام في النزاعات جريمة حرب، حيث تقوم الميليشيا بزراعتها عشوائيا ولا توثقها بخرائط، ما يشكل صعوبة بالغة في التخلص منها سريعا وكشفها بسهولة. الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان كشفت في تقرير حديث لها وقالت: الحوثيون في اليمن قاموا بزرع أكثر من نصف مليون لغم مضاد للأفراد في أنحاء متفرقة من اليمن، ما أدى لمقتل أكثر من 700 شخص. ومن عدن قالت صحيفة الاتحاد الإماراتية إن جامعة عدن أقامت حفلا تكريميا لشهدائها الذين ضحوا بدمائهم دفاعا عن المدينة في الحرب الظالمة التي شنتها ميليشيا الحوثي والمخلوع أواخر مارس 2015. رئيس الجامعة الدكتور الخضر الأسور قال إن جامعة عدن قدمت خلال الحرب الأخيرة على عدن 112 شهيدا من منتسبيها، سواء كانوا أعضاء في الهيئة التدريسية أو موظفين أو طلاب. جاء الاحتفال تدشينا للفعاليات الداخلية في كلية الحقوق تزامنا مع أسبوع الطالب الجامعي في نسخته 20.
منذ تأسيس منظمة الأمم المتحدة استخدمت الولايات المتحدة حق النقد 79 مرة، وكانت أغلبها لصالح الكيان الصهيوني وضد القضية الفلسطينية، هكذا يقول كمال بلهادي. روسيا استخدمت حق النقد أكثر من 120 مرة، أكثرها كان في عهد الاتحاد السوفيتي السابق، واستخدمت بريطانيا هذا الحق 32 مرة، وفرنسا 18 مرة، والصين هي أقل الدول الأعضاء الدائمين استخداماً للفيتو بواقع 8 مرات فقط. الواضح أن الخلافات بين القوى العظمى الخمس التي استحوذت على التحكم في القرار الدولي منذ العام 1945 يثبت أن إدارة الأزمات الدولية لا تتم وفق مصالح الشعوب وحقها في تقرير المصير، مثل ما تنص على ذلك مواثيق تأسيس المنظمة الأممية، بل تتم في ضوء مصالح تلك الدول فقط. وإذا ما حفظنا الدرس عن ظهر قلب من الفيتو الأمريكي فيما يخص القضية الفلسطينية العادلة والإنسانية، فإن ذلك الفيتو المتكرر ينفي صفة الإنسانية عن تلك القرارات التي تتخذ. وقد رأينا في العام 2003 كيف داست الولايات المتحدة على مجلس الأمن الدولي وذهبت لاحتلال العراق دون أي سند دولي ودون أي شرعية دولية. ففي منطقة الشرق الأوسط هناك من المغريات ما يدفع القوى العظمى لاستخدام القانون الدولي لفرض مصالحها فرضا دون أي اعتبار لحقوق الإنسان في تلك المنطقة. فلو فرضنا جدلا أن النظام السوري غير مسؤول عن استعمال الأسلحة الكيماوية، فلماذا تعارض روسيا تحقيقا دوليا قد يؤدي إلى كشف الحقائق ويعطي للسوريين المسحوقين في هذا الصراع الدولي شيئا ولو بسيطا من حقوقهم؟ ولكن الولايات المتحدة التي انتقدت الفيتو الروسي ألم تقف هي نفسها ضد محرقة مخيم جنين عام 2002 وضد كل الجرائم الصهيونية التي نفذتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1948؟ إن الإنسان العربي هو الضحية في كل الحالات، وهو ضحية من يقودون العالم، والوضع سيزداد سوءا مع ارتقاء قادة جدد لا يعترفون بالحد الأدنى للعقلانية السياسية. وفي الشأن الدولي جاء في صحيفة الحياة اللندنية عنوان ترامب يأمر بمراجعة الاتفاق النووي الإيراني، وقالت التفاصيل إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر وكالات الأمن بمراجعة الاتفاق النووي مع إيران خلال 90 يوما لمعرفة إن كان رفع العقوبات عن إيران يصب في صالح الأمن القومي الأمريكي. وقال الناطق باسم ترامب شون سبايسر عندما سئل إن كان ترامب يشعر بالقلق من أن إيران ربما لا تفي بالتزاماتها طبقا للاتفاق، أجاب إن ترامب يقوم بالتصرف الحصيف عندما يطلب مراجعة الاتفاق الراهن. ومن جهة ثانية قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس إن إيران تلعب دورا يزعزع الاستقرار في المنطقة، لكن يتعين التصدي لنفوذها من أجل الوصول إلى حل للنزاع اليمني من خلال مفاوضات برعاية الأمم المتحدة. شبكة البي بي سي قالت في أحد أخبارها الأكثر تداولاً كويكب بحجم جبل طارق مر قرب الأرض. قال علماء الفلك إن كويكباً بحجم جبل طارق مر بمحاذاة الأرض بسلام. تتابع شبكة بي بي سي يبلغ قطر الكويكب نحو كيلو مترا واحدا، وقد مر بالقرب من الأرض على مسافة أبعد من تلك التي تفصل الأرض عن القمر بأقل من 5 مرات، ويعد من أكبر الكويكبات التي مرت بالقرب من الأرض منذ عام 2014. ومر الكويكب بالقرب من الأرض على مسافة تقدر ب 1.8 مليون كيلو متر في الساعة الواحدة والنصف بتوقيت لندن. وكشف الرادار التابع لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا عن وجود هذا الكويكب الشبيه بحبة الفول السوداني، والذي يدور حول نفسه مرة كل 5 ساعات. ومن المتوقع مرور جرم سماوي مشابه لهذا الكويكب وبنفس حجمه في 2027. صحيفة القدس العربي قالت في أخبارها المنوعة إن إمام مسجد في سلطنة عمان أعاد جائزة نقدية بقيمة 250 ألف ريال عماني، ما يعادل 681 ألف دولار كان قد ربحها من سحب مصرفي، قائلا إنه لا يجوز له قبول تلك الأموال وفقا للشريعة الإسلامية. وكان الشيخ البالغ عمره 70 عاما والذي يعيش في ولاية صحارى العمانية قد أرجع الأموال بعد أن قام البنك الوطني العماني بإبلاغه هاتفيا بحسن حظه.
وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة ذا ناشونال الإماراتية. وكان المصرف العماني قد أدخل جميع العملاء الذين يملكون في حسابهم ما لا يقل عن 1000 ريال في سحب سنوي، وتم اختيار السيد الغيثي عشوائيا لربح جائزة السحب النقدية، لكن الإمام قال إنه وضع المال في حساب مصرفي ليحفظه فقط وليس لكسب مزيد من المال دون القيام بشيء. تتابع الصحيفة: بعض علماء الدين يقولون إن عملاء المصارف يمكنهم منح هذه الجائزة لمؤسسة خيرية عبر قبول تلك الأموال ثم التبرع بها للفقراء. الروائي المعروف إبراهيم نصر الله يكتب عن القتلة الذين يجدون الاختلاف عنهم أبرز سبب للموت، وقال في جزء من مقال نشرته صحيفة القدس العربي: مسيرة تكفير الشبيه لشبيهه هي الطريق الذي كان لابد أن يعبروه ليكفروا أصحاب كل دين وأصحاب كل فكر وأصحاب كل ضمير، وكأنهم ولدوا ليقتلوا، كما كان الجندي الأمريكي يكتب على خوذته وهو يحصد أرواح الأبرياء في فيتنام وسواها وصولا إلى بلادنا، وكالجنود الصهاينة الذين لم يجدوا شيئا يرثونه من القتلة قبلهم سوى هذه الجملة ليخطوها على خوذهم وجباههم. عتاة العمى الذين يطاردون الحياة ويسحقونها في كل مكان ينبعون من قلب الهمجية والعنصرية والجهل الذي يدعي العلم كله، ولا يمتون للحياة وقيمها الكبرى التي اتفقت عليها البشرية ودفعت الكثير من أجل أن تكون العدالة قيمة والحق في الحياة قيمة وحرية الاختيار قيمة والأديان قيمة وحرية الفكر قيمة والجمال قيمة، فهذا وسواها من القيم هي أساس الحضارات. أما هذا الدمار وزراعة الخوف وحصد الأرواح فهي صنيع وحوش لا تعرف أي رحمة تلك التي تسكن قلب السماء، جاء على لسان ظاهر العمر في قناديل ملك الجليل: أنا لا يعنيني ما تؤمن به، يعنيني ما الذي تفعله بهذا الإيمان، تبني أم تهدم، تظلم أم تعدل، تخلص أم تخون، تسلب أم تمنح، تحب أم تكره، تصدق أم تكذب، تحرر أم تستعبد، تزرع أم تقلع، تنشر الأمن أم تطلق وحش الخوف يلتهم قلوب الناس. والله لو وقف ببابي رجلان، رجل عادل من أي ملة أو دين ومسلم ظالم، لأدخلت الأول قلبي وطردت الثاني. جولتنا المصورة بعنوان صحراء سالاردو أيوني، حيث تعتبر الصحراء المالحة في بلدة أيوني بجنوب غرب بوليفيا أكبر مصنع للملح في العالم، وتبلغ مساحته 10,000 كيلومتر، ويطلق عليها مرآة السماء، وتشتهر بمناظرها الطبيعية الخلابة وجمالها المدهش، حيث تجتذب إليها آلاف السياح سنوياً لاكتشاف هذه المساحة البيضاء العاكسة لجماليات الطبيعة بشكل مذهل ومثير. نتابع الصور التي وردت في الإمارات اليوم. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.